زياد. جميع المؤشرات تقول انك في وضع كارثي، حتى اقرب المقربين لقيس سعيد في الحكومه الفاشيه في ايطاليا، ميلوني او اليمين المتطرف في فرنسا، جميعهم اجمع انه الوضع كارثي اليوم في تونس. فقط البعض المطبلين لقيس سعيد والمزمرين لا يرون هذا، اصابهم الله بعماء الوان، انه ما عادش يشوفوا حتى يعني في كم الخراب الذي احدثه قيس سعيد. لكن هل هذا هو مصير الشعب التونسي؟ لا اعتقد. يعني قيس الحل في سعيد كلمة صحيح، 30 ثانية. قيس سعيد صحيح استخف شعبه وجزء منهم اطاعوه، ولكن عامة الشعب التونسي لن يقبل بهذا. ولكن اعتقد انه آن الاوان انه نحن كطبقة سياسية او معارضين نعمل خطوة للوراء ونخلي ما بين قيس سعيد والشعب التونسي شكرا. وجها لوجه، ويتحمل هو مسؤوليته معهم وخليهم هما يدبروا ليصلوا شكرا. بعضهم. بالنسبة لي نحن اللهم إنا قد بلغت. شكرا جزيلا سيد زياد. ماهيش حابة الهاشمي القيادي بإئتلاف الكرامة، جزيل الشكر للدكتور إبراهيم العمري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية. التوقيت ضيق 45 دقيقة، في بعد رمضان إن شاء الله نعود لتوقيتنا ساعة من الزمن. في أمان الله نلتقي غدا بداية من الساعة 9:30 مساء بتوقيت تونس. تقبل الله صيامكم وقيامكم. السلام عليكم.